شكرا الف شكر، كل فعل خير. النهارده ربنا رزقنا بمطبخ الوراق، مطبخ الخير بعجل، بنشكر فعل الخير، هو مش عاوز يذكر اسمه، بنقول له الف مليون شكر. وشكرا لكل المتبرعين، شكرا لكل اللي بيساعد معانا في الخير بجد. يعني كل مدى بتثبتوا اكتر واكتر ان انتوا داعمين للخير ده، اهل الوراق الكرام وكل فعل خير. تعالوا نشوف مع بعض تجهيزات اليوم الخامس لمطبخ الوراق، مجموعة الخير. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الله ينور. طيبين من داخل مطبخ الوراق، واخيرا الحمد لله اول عجل في المطبخ، اول عجل، وربنا يديمها كده ان شاء الله كده عقبال الثالث والرابع باذن الله. ان شاء الله تبرعات مش هتقف، بسم الله ما شاء الله، الله ينور يا شيف مصطفى. عليك يا ابو حميد، كل سنه وانتم طيبين، مستنيين دعمكم وتحفيزكم لينا، عشان بجد بجد في ناس كتير محتاجه، محتاجينكم تقفوا في ظهرنا ان شاء الله بامر الله. المطبخ هيكمل لحد اخر رمضان بدعم اهالينا، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. يبقى كده اول عجل معانا في الشهر الكريم، ان شاء الله في خير كتير جاي، ان شاء الله المطبخ هيكمل لحد اخر رمضان، والوجبات زي ما كنا بنطلع 1500 و2000 وجبة، ان شاء الله يكملوا ويرجع العدد تاني اكتر واكتر بدعمكم. واليوم تجهيزات اليوم الخامس ان شاء الله بكرة داخل مطبخ الوراق الخيري. مش عاوزين غير دعمكم، يا ريت هاشتاج ادعم مطبخ الوراق يلف في كل مكان، ينزل على صفحاتكم الشخصية، ويبقوا شاركتوا معانا في الخير ده. لو انت مش قادر تشارك ماديا او تشارك بأي سلعة زي اللحوم او فراخ اي كان نوع البروتين او رز او اي حاجة تقدر تشارك بيها، شارك معانا في الخير بمشاركتك للفيديو، وانت عن طريق مشاركتك ممكن حد تاني يتبرع او يدعم معانا مطبخ الخير، مطبخ الوراق لمجموعة الخير. قول العنوان. 7 شارع عثمان بن عفان، ام كورنيش النيل، عناصر الشارع النجم، سوبر ماركت نجم الدرجات. بص ايوه، ارفع السكينه في وش مصطفى. عناصر الشارع سوبر ماركت نجم الدرجات. لا قول قول اسم الشارع بس وخلاص. 7 شارع عثمان بن عفان. يبقى بص يا جماعه، شارع عثمان بن عفان متفرع من شارع كورنيش النيل بالوراق، عناصر الشارع من بره كشر السلطان. كده العنوان. شارع عثمان بن عفان متفرع من شارع كورنيش النيل بالوراق، على ناصية الشارع بره كشر السلطان. كلنا هاشتاج ادعم مطبخ الوراق، وان شاء الله مكملين مكملين. اهو بص مصطفى بيقول هات قفايا عليه مطبخ الوراق، الاهتمام باللوجو اكتر. حبيبي يا درش، خلي بالك مش كل سنه صباع. كل سنه يا جماعه، اللي شفنا نقول ما شاء الله. احنا كل مره خير. السنه اللي فاتت كل عيب جاب صباعه. جبت صباعي مش عارف ليه، ربنا يستر. كل سنه وانتم طيبين، ومع بعض ان شاء الله طول الشهر كلنا ندعم مطبخ الوراق، مطبخ الخير، وان شاء الله الخير هيفضل مستمر بيكم وبدعمكم والله.